كان يا مكان في سالف العصر والزمان في مدينة اسمها البندقية، كان في ولد صغير أمه سابته مع جدته عشان كانت كل يوم والتاني بتحب راجل شكل، بس وعدته إنه مهما طال البعاد هيتقابله تاني. وكبر الولد الصغير وبقى اسمه كازانوفا، وكان بيعشق البنات والستات عشق وأي انتهى خلقها ربنا، وما كانش بيخلي صغيرة أو كبيرة متجوزة أو متطلقة أو بنت بنوت، وعددهم عدى 1000 واحدة. وكان كيفه الراهبات، بس دي كانت مشكلة كبيرة في الوقت ده، لأن البندقية كانت تحت حكم الرومان والصليبيين، واللي بيعمله كازانوفا ده كان ضد مبادئ الكنيسة، وكانوا بيسموه دعوة للفجر والهيطقة والفسوق. والسلطات حاولت أكتر من مرة إنها تقبض عليه، وفي مرة وهو بيهرب منهم دخل الجامعة عشان يستخبى، وكانت ساعتها الجامعة حكي للشباب بس، البنات كان أخيها المطبخ وبس. بس طلعت بنت بقى اسمها جميلة، وهي جميلة فعلا، تقول للقمر قوم ونقعد مكانك، وكان مخها أحسن من 100 شاب، بس للأسف محدش كان بيسمع لكلامها، برغم إنها كانت أول واحدة تطبق فكرة المنضاد ونجحت، بس برضو كلهم اتريقوا عليها. ووسط ده كله جت السلطات وقبضت على كازانوفا، وكان الضابط الكبير خلاص هيحكم عليه بالإعدام عشان الراهبة اللي نام معاها اعترفت إن هو اللي غواها، ومش مرة ولا مرتين، دول حوالي 32 مرة. بس زي كل مرة جه الأمير هاني بتاع البندقية وخرج كازانوفا زي الشعر من العجينة لأنه بيحب كازانوفا، بس بعد كده قال له دي آخر مرة هدافع عنك، ومن النهاردة ما شوفش وشك في البندقية تاني، أنا مش هقدر أحميك أكتر من كده، والرومان مش هيسيبوني في حالي إلا لو انصلح حالك واتجوزت في خلال أسبوع بالكتير قبل الكارنفال ما يتم. طبعا كازانوفا ما كانش بيطيق الجواز، بس ما كانش قدامه حل تاني، وقعد هو وجون المساعد بتاعه يدوروا على عروسة بنت ناس طيضة بيه. بس كازانوفا كان بيطلع في كل البنات القطط الفطسة، لحد اما شاف بنت صغيرة كده وجميلة اسمها ليالي. ده بقى شوقي اخو جميلة وبيعشق ليالي، بس عمره ما قالها عن اللي جواه، لحد اما في يوم شاف كازانوفا رايح يتقدم لها، بس هو ما كانش يعرف ان هو كازانوفا، لان محدش كان يعرف كازانوفا غير عشيقاته والسلطات والامين. وابو ليالي ما كانش موافق على كازانوفا في الاول عشان سمعته، بس بعد كده وافق لما لقى بنته هتموت عليه وقالت له جوزهوني يا بابا، انا عايزه مين ده يا بابا. واول ما كازانوفا خرج من عندهم لقى شوقي في وشه وقال له في راجل محترم يخطب واحده مخطوبه؟ فقام كازانوفا قال له انا اسف ما كنتش اعرف، بس هي ما قالتش كده ليه؟ قال له ما هي ما تعرفش اصلا ان انا خطيبها. فكازانوفا افتكر واهبل وسابه ومشي، بس شوقي قال له مش قادر تكلمني يبقى لازم تواجهني فايس لفايس، وحدد فعلا الميعاد والزمان وقال له اسمك ايه بقى يا اللي جاي تخطب خطيبتي. فكازانوفا ما عرفش يرد يقول له ايه، وقال له اسمي جون، وراح فعلا في الميعاد والمكان المحدد، وقعدوا يتبايزوا هما الاثنين، والاثنين كانوا كويسين الصراحه. بس بعد شويه اكتشف كازانوفا ده كله انه بيبايز جميله اخت شوقي، وجميله عملت كده عشان تنقذ اخوها. وبعد كده جميله وكازانوفا يتعرفوا على بعض اكتر، وكازانوفا اعجب بيها لانه اول مره يقابل بنت زيها كده، واثقه في نفسها وعايزه تتعلم وتختيع وتكتب وفيلسوفه كمان، بس ما قالهاش انه اسمه كازانوفا، هي ده كله عارفه انه اسمه جون. ومن ساعتها والبنت جميله كلت عقل كازانوفا وبقت هي شغله الشاغل، واخوها قال له بقى ان في حد جاي يخطبها قريب، بس هي ما بتحبوش، هي مجبره على كده عشان يسدد لهم ديون عيلتهم، وجميله بتحب واحد في السي. فقام كازانوفا هو وجون فضلوا يمشوا وراها لحد ما شافوها طلعت بيت واحد غريب، فقام جون قال له الملاك ما طلعتش ملاك يا عم كازانوفا، واستنوها لما نزلت وطلعوا البيت فوق لقوا ان ده بيت كاتب جديد وليه روايات واسمه ديفيد سيلفا، وكل رواياته بتعظم من شأن المرأة وبتحقر من شأن الرجل، عاملة زي كلام يدوى الشيبيني كده. وقام استخدم جزء من الكلام اللي قراه في الرواية دي عشان ياكل بيه عقل جميلة، بس جميلة كانت مستغربة هو جاب الكلام ده منين، خصوصا ان الرواية دي لسه منزلتش. وقامت يحط البيت بتاع الكاتب ده، وطلعت هي اصلا الكاتبة وبتخلي واحد تاني هو اللي يودي الروايات بتاعتها المطبعة ويحط عليها اسم مستعار اللي هو ديفيد سيلفا، عشان محدش يعرف انها هي اللي بتعمل كده، وعشان كمان ما يتقبضش عليها بتهمة ازدياء اديان ونشر الفسق والفجور والهيطقة. وكازانوفا ما كانش يعرف كده، بس فضل برضو ويا جميلة وما كانش عايف يطلعها من دماغه، برغم انها منفضله خالص، بس شكله كده عشقها ومش قادر يطلعها من دماغه. ولما جه بقى الراجل خطيبها اللي اسمه توفيق ده، قام كازانوفا دخل عليه
وقال له أنا في خدمتك يا سيدي، إحنا حجزنا لك فيلا بدل الفندق اللي أنت كنت حاجز فيه. وقام خده على فيلته وقلب في حاجات توفيق، واكتشف إنه بيحب روايات ديفيد سيلفا عشان جميلة بتحبها وبعتت له رواية منهم، بس هو عمره ما شاف جميلة ولا جميلة شافته، وكل اللي كان بينهم جواباته بس. فقام كازانوفا قال لتوفيق إن أنا ديفيد سيلفا، بس اوعى تقول لحد لحسن اتفضح. فقام توفيق قال له أنا بحبك وبحب كل رواياتك، ممكن تخلي خطيبتي تحبني وتخليني أخس شويتين؟ قال له ماشي، يبقى أنت هتفضل هنا شهر وما تخرجش من البيت، وأنا هزبط لك الدنيا ما تقلقش. وتوفيق سمع كلامه وراح كازانوفا بيت جميلة، وعرف نفسه على إنه توفيق اللي المفروض هيجي يخطبها. وجميلة أول ما سمعت كده وقعت الصينية من إيديها، وهم بقى قاعدين بيتكلموا ويتعرفوا على بعض أكتر دخل عليهم المحقق سيد، وده رومان عينوه مخصوص عشان يعدم كل من تسول له نفسه بنشر الفسق والفجور والهيطقة، وعلى يأسهم كازانوفا الفاجي الداعي، وكمان ديفيد سيلفا اللي بينشر بكتاباته قلة الأدب والوساخة. وأول ما جميلة سمعت كده حاولت إنها تنقذ المساعد بتاعها، بس ما لحقتش وكانوا قبضوا عليه، وقعدوا يعذبوا فيه لحد ما اعترف لهم إنه أصلا ما بيعرفش يقرأ ويكتب، وإن واحد تاني هو اللي كان بيكتب الحاجات دي وهو بس بيحط اسمه عليها. في نفس الوقت ده كان المحقق سيد استدعى أستاذ توفيق بصفته شخص ساكن في فيلا كازانوفا عشان يعرف منه هو كازانوفا فين. فقام كازانوفا قال له والله ما عرفش، بس غالبا هو سافر برا البلد. وسمع بقى ان اللي قبضوا عليه مش هو ديفيد سيلفا، وانه اصلا ما بيعرفش يقرا ويكتب، فعرف بكده ان كل الروايات دي كانت من كتابة جميلة، فحبه ليها زاد اكتر واكتر، وقام خدع على الكرنفال. في نفس الوقت ده كانت البت ليالي المفروض هتبقى خطيبته جت الحفلة وقعدت تدور عليه، وهو عشان جنتلمان ما سابهاش لوحدها، وقام خدها عرفها على الأمير هاني اللي فيح جدا ان كازانوفا اخيرا هيتجوز في الحلال. بس المحقق سيد مهمتش وقام هجم على فيلا كازانوفا وقبض على توفيق، وقعد يضرب فيه هو والمساعد بتاعه عشان يعترفوا ان هو كازانوفا وده المساعد بتاعه، لحد ما اكتشفوا في الاخر انه اسمه توفيق وبياع مواشي قد الدنيا من جنوة، وان اللي كان بيدعي اسمه ده كله هو كازانوفا. وقال له يبقى كده كازانوفا مكار، يبقى هو كمان اللي بيكتب باسم ديفيد سيلفا، فكانوا لازم يقبضوا عليه. وراحوا الكارنفال عشان يقبضوا عليه، بس كازانوفا ما كانش في دماغه غير جميلة وبس، الا عشان يبهيها قام عمل لها منطاد كبير جدا وقام خدها فيه عشان يلف بيها المدينة، وكل الناس شافتهم. وجه خطيبة توفيق وتعرف على امها وحبها كمان، بس ليالي كانت زعلانة جدا ان كازانوفا خانها. وكازانوفا قال لي جميلة انت ليه ما قلتليش انك انت ديفيد سيلفا، على فكرة كنت احبك برضو، وزي ما انت خبيتي عليا حاجة انا برضو كنت مخبي عليكي حاجة. واعترف لها بقى ان هو كازانوفا، بس هي قالت له انت مجنون، انا احبك انت، ده انت كنت اكتر صنف بحاربه في كتاباتي. وقامت وقعت المنطاد وجات السلطات قبضت على كازانوفا بتهمة انه كازانوفا وانه ديفيد سيلفا. ولما جميلة حاولت توضح الموقف كازانوفا منحها وشال هو القضيتين. وبعد كده بالصدفة ليالي قابلت الواد شوقي، وشوقي اعترف لها بحبه أخيا، وهما الاتنين وقعوا في حب بعض. وتاني يوم كانت محاكمة كازانوفا، وكان المفروض انه هيتعدم مقابل كل هذه التهم، بس جميلة جات ودفعت عنه لانه كبر في نظرها جدا، واعترفت انها هي ديفيد سيلفا، وكان الامين هاني نفسه يسامحهم، بس المحقق سيد ضغط عليه وخلاه يحكم عليهم بالاعدام. وتاني يوم كان هيتنفذ حكم الاعدام خلاص، جه فجأة الكاردينال مايكل وقال النهاردة مناسبة سعيدة، عيد ميلاد بابا الفاتيكان، وبهذه المناسبة السعيدة أمرنا نحن بإلغاء الإعدام ومسامحة جميع المذنبين. ومحدش كان مصدق اللي حصل ده. وبعد كده كازانوفا اكتشف إن ده مش كاردينال ولا نيلة، دي أمه وعشيقها وهم ممثلين أصلا، وعرفوا يسبقوا الدور. بس لحظهم الأسود في نفس الوقت ده جه الكاردينال الحقيقي، وقام سيد قال للجنود اقبضوا على الأبغاد دول، وكلهم بقوا يجوا من الجنود ويجوا انهم يهربوا منهم فعلا ويجبوا مايكي بتوفيق. بس الواد شوقي قال له اهربوا انتوا وانا هكمل المسيح من بعدك، وفعلا بقى شوقي هو كازانوفا الجديد، وكازانوفا وجميلة عاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات وتوتا توتا، خلصت الحدوتة. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ودعمني كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس حبيت الكومنت عشان ابطل.